الفترة الأخيرة النادي الأهلي رأيك؟ يعني الفترة الأخيرة النادي الأهلي لازم نعترف إنها مش أحسن حاجة بالنسبة للنادي الأهلي مقارنة طبعا بالموسم اللي فات. مش بس النتائج، ما بتكلمش عن النتائج، أنا بتكلم كمان على الأداء. في طبعا سوء توفيق للنادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، مع لازم نقول برضو بعض الأخطاء سواء على مستوى اللعيبة أو على مستوى الجهاز برضو في بعض الأحيان. يعني لو هنتكلم مثلا، يعني بلاش نرجع لمباراتين ثلاثة أربعة، خلينا في آخر مباراة اللي هي بتاعت الجونة. كان في طبعا مباراة مش أحسن حاجة، فقدنا فيها نقطتين كانوا سهلين قوي إن أنت تاخدهم بأخطاء. طبعا أخطاء من البداية في التشكيل، ده في وجهة نظر الشخصية ممكن تكون غلط وممكن تكون صح. يعني بعض الأفراد الجديدة اللي نزلت، أنت دايما يعني النادي الأهلي لما اتفقنا كلنا إن لما بيقابل أي فرقة سواء كبيرة أو صغيرة بتلعب بأقصى حمل بالنسبة لها، إن المباراة ده بالنسبة لها هو مباراة الموسم. طب معلش يا كابتن حشيش، بمناسبة الكلام ده وأسألكم بقى جميعا، لأنه هل ده معناه إنه مستر كولر هو مدير فني وحش مثلا يا جيلبرتو؟ معنى الكلام قد يكون أخطأ، قد يكون عنده بعض الأخطاء، ولكن هل ده يوصلنا إن احنا نقول، وهناك بعض الأخبار ويمكن كنا بنتكلم عن هذه الأخبار الفيك، يعني إن النادي الأهلي يناقش كذا إن هو يمشي، والنادي الأهلي يناقش مش عارف إيه، سمعت الكلام ده؟ طبعا دي أخبار، يعني أخبار كلها مغرضة، وناس يعني بتكتب عايزة تكتب أي حاجة، مستنية متربصة لأي حاجة. بس كابتن حشيش، اللي عايز يبقى مغرض يتعلم يبقى مغرض. يعني والله هو ده أقول لك، أنا عايز أوصل له في الآخر. بمناسبة الكلمة دي أقول لك حاجة، والله العظيم كلامه صح. أيوه صح، والله كلامه صح. مغرض بذكاء، يعني لما تيجي تعمل حاجة طب يا اخي يعني احبوك صح، ايش عليها شويه يعني اتعب عليها، يعني خلي عندك مهنيه يا كابتن حشيش. احد